شارك مجموعة من الفنانين التشكيليين احتفالية العيد الوطني الإماراتي 49، وذلك من خلال رسم لوحة تعبر عن ولائهم ومشاعرهم اتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن معرض إمارات السلام الذي أقيم بحي دبي للتصميم. تابع معكم المزيد من خلال التقرير التالي. طبعا النهاردة احنا بنحتفل بالعيد الوطني 49 لدولة الإمارات العربية من خلال معرض UEE سلام اللي بيقام في حي دبي للتصميم بالتعاون مع أرتسيتا جاليري. طبعا المعرض النهاردة هو معرض دامج لهؤلاء الفنانين من ذوي الإعاقة مع أقرانهم من الفنانين المحترفين، ودي خطوة مهمة جدا احنا بنهتم بيها وبنسعى لها دايما، ان هؤلاء الأشخاص يجدوا مكانهم على الساحة ويجدوا هذه المساحة القيمة لعرض أعمالهم. طبعا احنا بنتمنى لحكومة وشعب الإمارات بمناسبة العيد الوطني 49 كل الرخاء والصحة والسلامة، وان ان شاء الله الفترة الجاية بإذن الله كل الأمور تكون طيبة، ودايما الإمارات في تقدم ثقافي واجتماعي واقتصادي وتميز دايما وريادة. نبارك لشعب الإمارات قيادة وشعبا هذا اليوم، اليوم الوطني الإماراتي. نحن اليوم مجتمعين في معرض إمارات السلام. أنا فرح اليوسف، فنانة تشكيلية من العراق، ومشاركتي مثل ما أنتم تشوفون بعملين فنيين. الأول هو عن السلام والأمل والتفاؤل، والعمل الثاني هو فتاة بالزي الإماراتي، واللي يظهر فيها الفتاة ترتدي الأزياء التراثية القديمة والإكسسوارات القديمة. تمنيات الإمارات هي في تقدم مستمر وبنيان وعمران وحضارة وثقافة. التجمع الكلتشرز هذا المتعدد هو سر وجود التقدم، لأنه أنت تتبادل المعلومات مع الشخص الوافد أو الشخص اللي قادم للاستثمار. فالإمارات في تقدم مستمر وعمران حقيقة يعني مذهل مثل السحر، يعني أنت تشوف الأشياء جميلة جدا ونظيفة جدا وشعبها مثقف جدا، فيأثر في نفسك تتثقف، تتعلم النظافة، تتعلم الترتيب، تتعلم تشوف الوطن جميل. رحم الله الشيخ زايد، حقيقة الرجل ما يزال حي في قلوبنا في وجداننا، أنا ما أعتبره يعني أنه غادرنا، ما يزال موجود، وقدم للإمارات شيء المفروض كل الدول العربية تقتدي به، وأنه جمعهم تحت راية واحدة، تحت خيمة، تحت كولوم واحد، وهذا الشيء حقيقة يعني يدعو للفخر، ورحمة الله على روحه حقيقة، يعني ما قصروا أي أحد صراحة. فالحمد لله فقدمت هاي اللوحة عرفانا وذكرى إلى سمو الشيخ زايد رحمة الله عليه.